اهلا بكم في قناة بايو جيبيز. ان شاء الله النهاردة هناخد جزء بسيط كده من مادة الليبيد. عايزين نعرف اول حاجة الليبيد بتكون موجودة في جسمنا على شكل ايه، او المركب اللي موجود عليه هي اسمه ايه. فعشان كده عايزين نبدأ ونفهم الليبيد كيمستري. الديفينيشن بتاعت الليبيد هي اورجانيك كومباوند ريليتد تو الفاتي اسيد، يعني هي مركب عضوي داخل في تكوينه مبدئيا فاتي اسيد. طب عايزين نفهم بقى يعني ايه فاتي اسيد او الفاتي اسيد ستراكشر. الفاتي اسيد كنا خدناه قبل كده هو عبارة عن ايه، جزئين كربوكسيل جروب، دي المجموعة الفعالة بتاعته، والكربوكسيل جروب دي هيدروفيل جروب، مجموعة محبة للماء، ولونج هيدروكربون تشين، مجموعة من الار جروب، ده سي اتش 3 ميثايل ودي سي اتش 2 باي ان، مجموعات ميثيلين كتير، فعشان كده تشين سلسلة. المجموعات دي هيدروفوبيك، مجموعات كارهة للماء. طيب الهيدروفيلك والهيدروفوبيك ده بيفسر لنا مثلا لو انا حطيت نقطة زيت في المية، ليه نقطة الزيت بتطفو على سطح المية؟ تطفو لان فيها الديل، والديل ده جزء كارد من المية فعشان كده بيطلع فوق، ما مش اللي هو بينغمس في المية. طب والكربوكسيليك لانها هي المجموعة الهيدروفيلك، فبالتالي هي اللي بتربط المية مع ايه، مع الزيت، يعني هي نقطة اتصال المية مع الزيت، وكل اللي طالع فوق المية ده مجموعة هيدروفوبيك. يبقى ده الفاتي اسيد ستراكشر. بعد كده عايزين نفهم نعرف الكلاسيفيكيشن بتاع الفاتي اسيد، نوعين ساتوريتد وانساتوريتد. ساتوريتد يعني فاتي اسيد ما بيحتويش على دبل بوند، ان ساتوريتد يعني فاتي اسيد بيحتوي على دبل بوند، وده نوعين مونو وبولي. مونو يعني بيحتوي على دبل بوند واحده، بولي بيحتوي على اكتر من دبل بوند. طب الساتوريتد فاتي اسيد عايزين ناخد اكزامبل عليه، يقول لي CH3CH2 by 6 CH، ده فاتي اسيد ساتوريتد. ليه فاتي اسيد؟ عشان في كربوكسيل جروب ولونج هيدروكربون تشين. طيب الفاتي اسيد ده كومونلي اسمه كابريليك اسيد، الايوباك نيم بتاعه بعد عدد ذرات الكربون، بعد من عند الكربوكسيل جروب، ادي 1 و6 ادي كده 7 و1 ادي كده 8، يبقى عنده 8 كربونات وما عندوش ولا دبل بوند، يبقى دوت زيرو. ناخد اكزامبل تاني على الساتوريتد فاتي اسيد. اكزامبل تاني CH3CH2 by 8 CH، نفس فكرة الستراكشر بتاع الفاتي اسيد، كومون نيم بتاعه اسمه كابريك اسيد، ايوباك بعد من عند الكربوكسيل جروب، ادي 1 و8 9 و10 في 10 كربونات ومعندوش ولا دبل بوند زي. نفس الفكرة CH3CH2 by 14 CH، كومون نيم بتاعه بالميتيك اسيد، ايوباك نيم في 16 كربونة ومعندوش ولا دبل بوند، 16 زي. example 4 CH3CH2 by 16 COH، الكومون نيم بتاعه ستياريك اسيد، الايوباك بعد برضو عدد كربونات، هنا دي 1 و16 17، واحد ادي كده 18 كربونة، يبقى 18.0 لانه معندوش ولا دبل بوند. ندخل بعد كده في الانساتوريتد فاتي اسيد. قبل ما اعرف الانساتوريتد فاتي اسيد هي بتحتوي على دبل بوند، فالدبل بوند دي بتكون بين كربونتين، لو كانوا الاتشتين في نفس الاتجاه بنقول على النوع ده سيز،
لو كان الكربونتين في عكس الاتجاه بنقول على النوع ده ترانس. ندخل في الانساتوريتد فاتي اسيد اللي هو الاول المونو. المونو اسيد هاز وان دبل بوند، في دبل بوند واحد. اكزامبل CH3 CH2 by 5 CH double bond CH2 by 7 CH. الكومن نيم بتاع الفاتي اسيد ده بالميتوليك اسيد. الايوباك نيم بعد عدد ذرات الكربون ادي 1 7 8 1 9 10 15 16 فعلا 16 كربون. في كام دبل بوند؟ هي دبل بوند واحده ادي 1. دبل بوند دي ماسكه في ذره الكربون رقم كام؟ دلتا، يعني ماسكه في ذره الكربون رقم بعد من هنا ادي 1 7 8 1 9، يبقى الكربونه ماسكه في ذره الكربون رقم 9. الدبل بوند سوري ماسكه في ذره الكربون رقم 9. ناخد اكزامبل تاني على المونو انساتوريتد فاتي اسيد CH3 CH2 by 7 CH double bond CH CH2 by 7 CH. الكومن نيم اوليك اسيد. الايوباك نيم 18.1 دلتا 9، عرفنا 9 ليه؟ عشان الدبل بوند ماسكه في ذره الكربون رقم 9. لما اجي اعد النيم من هنا في الكربوكسيل جروب 1 7 8 1 9. الانساتوريتد فاتي اسيد النوع البولي هي has more than one double bond، فيها اكتر من دبل بوند. اكزامبل اهوت CH3 CH2 by 4 CH double bond CH CH2 CH double bond CH CH2 by 7، مفروض هنا تبقى CH. اسمه ايه common name لينوليك اسيد؟ الايوباك نيم بعد الكربونة هنا الكربوكسيل جروب ادي 1 7 8 1 9 10 11 12 13 17 18. في كام دبل بوند؟ في 2 ادي 1 2. الدبل بوند دي ماسكة في ذرة الكربون رقم كام؟ بعد من الكربوكسيل 1 7 8 1 9، يبقى أول واحدة ماسكة في ذرة الكربون رقم 9، تاني واحدة بعد 10 11 12، يبقى ماسكة في ذرة الكربون رقم 12. بيقول لي نوت ان البولي انساتوريتد فاتي اسيد هي اللي اسمها اسينشال فاتي اسيد. الاسينشال فاتي اسيد لها قصة كبيرة عندنا في الليبر. البروبرتيز بتاعة الفاتي اسيد اودرلس، البروبرتيز سوري بتاع الليبر عامة اودرلس وتيستلس وانسولابل ان ووتر بط سولابل في الاورجانيك سولفنس الايثانول و رابع كلوريد الكربون والبنزين والاسراف والكلام. طيب هنعرف بعد كده ان شاء الله في الفيديو الجاي هي طالما ان جسمنا ميه والليبيد انسولابل في الوتر فازاي الليبيد بتتنقل من خلايا الدم. ان شاء الله نعرف الكلام ده في الفيديو القادم، وشكرا لحسن استماعكم.